Je connais où mon boulis qu'il avait. Quel boulis c'est? وعنا عنا بوليسي ياسي بوليسي ياسي هو بوليس عادي نورمال ما تواضع مع الإنسان ويحب الإنسان وانت الله ومهموش من الطرق ما الترقية ومهموش حتى يعدي عام وعامين تاو مع الإنسان باي ما يجيش على الترقية تاو مش ولي كوميسار ولي بالخيوط بنجوم لا يحب روحه نورمال بوليسي ياسي يحب روحه متواضع إنسان عايش مع مواطني عادي مع الناس العادية والله البوليس السياسي ما سمعت عليه برش حاجات اما بالضبط ما قمرتوش شكون منهم بالضبط البوليس السياسي هو البوليس السياسي هو بعضك واحد تو بعضك واحد تو هيك شفتي كلبه على الجرام هي قوة طمعية مزاح تو استعملها النظام لإرهاب المناضلين السياسيين والنقابيين والديمقراطيين والحقوقيين على طيلة فترة حكم بن علي وهي منظمة فاشية وجهاز قمعي استعملته السلطة لابد من كشف أرشيفه ولابد من محاكمة أعوانه وخاصة الجلادين وخاصة اللي مارسوا الاضطهاد ومارسوا القمع في دهاليز وزارة الداخلية وفي كل المقرات اللي كانت متوزعة في جميع أنحاء الجمهورية في كل ولاية كانت هناك فرق عديدة للبوليس السياسي لا يحصى عددها وتتبع وتسجل حركات وسكنات كل المناضلين السياسيين والنقابيين واعتقد حاليا انه في مكتب العمدة اللي ورانا انه ما هناك عون معناها باقي يراقب الحركة متاعنا والله البوليس السياسي من اللي عرفناه ما عرفنا خير حاجة خايبة ياسر البوليس يمرج برشا وين نمشي يتبعنا في جرتنا حاجة ما تصورهاش البوليس السياسي حسب رأيي هو الحنش بوليس سياسي بوليس سياسي منظمة تجس على العباد تو سامبلومون وتتبع في العباد تعمل في المشاكل وما تخليش الشعب يعيش على راحته والله ملي صغير انا ملي نلعب في الكورة انا بوليس سياسي نعرف كلمة بوليس نعرفه كان بالكسوة انا بلاش كسوة ونعرفه بوليس ما نعرفوش نعرف بوليس كان كيبدا بالكسوة بوليس سياسي لمباسو هذا البوليس السياسي بوليس سياسي بالنسبة لي أنا نعرف السياسة ونقرأ ونكتب تاع العالم مجمع أما البوليس السياسي توا في تونس ما فهمتش شنو المفهوم نعرف اللي هو خوف ونعرف اللي هو يدخل في خناقش الدنيا وعنده آليات كبيرة باش يعرف الناس كل وينجم يهزهم في الحبس وقت ما يحب مي حاجة فاق عندي أنا في راسي معناها باش نقول لك شنية وين موجودة الإدارة ولا شي يعمل ولا صلوحياته ولا بلتان سلار متاعه ولا حاجة ما عندي حتى فكرة